المدرسة ديال HEM اللي هي عندها واحد الباع والصوت في المجال ديال تكوين الأطور في المانجمنت والماركتينغ. اليوم تيوسعوا الآفاق ديالهم باش يشملوا كذلك مدرسة المهندسين وبالخصوص في الإعلاميات. اليوم وقعنا اتفاقية باش نمكنوا الطلبة ديال HEM باش ياخذوا التكوين يعني موسع على التكنولوجيات المعلوماتيه الميكروسوفت في مجالات يعني اللي تتخدم تخدم الشركات فيها حاليا اللي هي البيك داتا كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يتعلق بالسيكوريتي وتنتكلموا على السيبر سيكوريتي وكذلك التطوير ديال البرمجيات. فاليوم هذه الاتفاقيه تتمكن الطلبه ما ياخذوها التكوين هذا وكذلك يكون عندهم واحد السيرتيفيكاسيون يعني واحد شهادة اللي هي شهادة عالمية تتمكنهم بأن التحصيل ديالهم ميكروسوفت تصادق عليه على ويمكنهم يستعملوه على الصعيد الوطني والصعيد العالمي. اليوم تنفتتحوا مؤسسة جديدة، مؤسسة ديال في ميدان الإعلاميات ولتكوين مهندسين في الإعلاميات. هذه المؤسسة تطمح على أنها تكون في خلال 5 سنوات مهندسين أكفاء، مهندسين في الإعلاميات أكفاء وعندهم 3 ديال 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 المحاور الأساسية. النقطة الأولى وهو يكون عندهم تكوين قوي في الإعلاميات وفي التقنيات الحديثة للإعلاميات والتقنيات اللي جاية إن شاء الله. المكون الثاني وهو يكون عندهم الأسس ديال التفكير العلمي والأسس ديال تدبير الشركات، لأنهم غاد هاد الأطور غادي يعملوا في الشركات. والمحور الثالث يكون عندهم اللي تنسميه الان لي سوفت سكيلز او التكوينات ليجير. هاد لي سوفت سكيلز اللي هما اساسيين باش يمكن لهاد المهندس في اطار المعلوميات على انه ينتج ويكون فاعل في الشركه ديالو.